في كثير اشي عواطف بتسيء. مرات في ناس كثير بحسوا بالذنب انه يمكن انا اللي جبت هيدي الشيء لحالي، او بحسوا بالغضب انه طيب ليه انا، ليه انا يا رب مثلا. سو كثير طبيعي الست او اي حدا بيتعرض لمرض السرطان انه يمر بهول الأسئلة. العواطف، والاهم انه لازم يحكي فيهم. بدنا نترك لحالنا فسحات، نزعل على حالنا ايه، ونجرب نشوف هدول الاحاسيس اللي عم حسها ليه، شو عم بتخبرني هالاحاسيس. ما في خبريه اجت اللي يعني وقعه قوي علينا بالحياه، بدنا نجرب تنزل من زور، بدنا نجرب نهضمها شوي. صحيح بس صحيح بتاخذ وقت. المهم انه الواحد او الوحده ما تترك حالها خلص بهيدي العواطف تنطحن وتيأس، انه خلص كأنه الحياه وقفت. بالبيت الدعم الكافي، عندها ناس عم تفهمها، عندها ناس عم تشغلها، عندها ناس عم بتساعدها بالمراحل اللي بتكون كثير تعبانه فيها، هيدي كثير بتخفف. يمكن ما تحتاج لاخصائي نفسي، بس لا، في مرات ما حسب هي الست اذا وين هي بحياتها النفسية، وين هي. في نعم منهم بيكونوا اوريدي عندهم ضغوطات كثير عالية واجتهم هالخبرية اللي عرفتي بتخليها كثير ثقيلة عليهم، اللي بيصيروا عم يستصعبوا يكملوا الحياة اليومية ويستصعبوا يكونوا ايجابية. طيب ما اذا جايينهم كثير ضربات من 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 كذا محل، طب هيدي كيف بدها تقاوم؟ سو صحيح هون اللجوء للاختصاصي يمكن يساعدها انه تصير تحمل هالعبء بشكل اقوى. عبء هو بده ينحمل، بده يقطع، بس إذا ما عندها مقومات، ما في دعم حواليها، لا، اختصاصي كتير بيساعدها. يعني يمكن بيشتغلوا سوا على طريقة التفكير، لأن ماريات هيدي القصص إذا كانت السرطان أو أي أمراض تانية، طريقة التفكير فيها يا أما بتخلي للواحد عرفت يسرع بالشفاء مثل ما قلنا، يا أما بيصير بيغرق أكثر فيها. وكثير بنساعد ناس بأنه يتخيلوا حالهم عم يشفوا. يعني بنصير في كثير ابحاث انعملت عليها انه كيف فينا بطريقه التخيل نقدر نذوبوا هيدا السرطان. بيقولوا 6 من 4 اللي بيصير معهم كانسر بيصير معهم اضطراب ما بعد الصدمه، عاده البي تي اس تي، اللي في له كثير عواقب بتكون خلص ثقيله كثير الخبريه عليها، بتصير بتسحبها نزول. وفي كمان كثير ابحاث اللي بتقول اللي بيكون عندهم هالامل انه انا حاشفى، انا حكون اقوى، انا بدي اتغلب على هيدي الشغله، هول سريع شفائهم اسرع من اللي بيكونوا كثير عرفتي متاثرين فيها للخبريه. وهم بدي اقول مش ذنبهم انه عم بيتاثروا بهالخبريه كثير وعم بتاثر عليهم على طريقه تفكيرهم. يعني هي بس بنرجع بنقول هن باي مرحله نفسيه، اذا كانوا بمرحله اوريدي نفسيتهم ما منيحه وعم تجيهم هيك خبريه، بيكون يعني خلص قدرتهم على التحمل منا منيحه ليقدروا يواجهوا هيك مستحق صعب. يعني اللي بغير الحياه بغير حياتهم هن وحياه اللي حواليهم. بتعرفي في مرات بيقولوا كانت نعمه علي هيدي الشغله اللي اجيت، لان خلتني عيد تقييم كثير اشياء، ما عدت بقى سم حالي على أي خبرية، ما عدت اهتم عن جد في أمور أحسن بالحياة اللي ركز عليها. وفي ناس بيصيروا بيخلقوا هوية جديدة بحياتهم أو تطلعات جديدة بحياتهم، طبعاً من بعد ما هيك يقطعوها. وهذا يمكن اللي بيساعد على التكيف مع الخبرية، إنه الواحد يقبل أنا وضعي هيك هلأ، أنا بدي صير أحسن، بدي أتحسن، ويبلش يخطط كمان لأنه أنا كيف بدي كمل حياتي بالمستقبل. وكتير ضروري يكون عم بفش قلبها الست.